لما كنا نقول فلان يا عمي والله مش كويس كان السداد، بكل اسف الايام بنقول والله ادمي صار سداد. استاذ خالد حضرتك من هالاستثناءات بهذا الزمن الصعب. الف شكر لكل كلمه هيدا. شيخ سامي كل شيء بقدر بقول المنبر دائما ينحني لك وللغتك ولشعرك. وبصراحة أنا كنت كتير حابب مجرد ما أنه خطر على بالي شيء يحيي الحفل ويستنهض الناس، شعرك جزء لا يتجزأ من مسيرة شعب، لأنه كل مرة بتطلع على المنبر بتخلي المنبر يقول نحن هنا والبيئة هنا وكل موضوع بتطلع نحن هنا. ألف شكر لكل كلمة قلتها يا شيخ سامي. بوصل لدكتور نزار اللي أعطاني وسام الوزارة. صرت هنا وصرت فخر. أنا برشحك من هلأ. على كل دكتور نزار قصيدة بتترنى، قصيدة بيئية بتترنى. دكتور نزار كناية عن عقل ثقافي مفكر في كل الاتجاهات ومن أوسمة على صدر الوطن، لأنه أقلها لما نقول أنه بيملك فوق 40 كتاب ومن ضمنهم بحدود 7 إلى 8 كتب بيئية. هذا إنسان يعتبر بكل المقاييس إنسان على صدر الوطن.